طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى واجه التغيير. أجواء من التوتر والجدل تسود الأوساط السياسية في العراق، خصوصا بعد الشروع في بدء العمليات العسكرية لاستعادة المدن التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. ولعل المعارك التي تدور رحاها في مدينتي بيجي والرمادي خير دليل على أن قادم الأيام سوف يشهد تحولا ومنعطفا كبيرا في مجريات الأحداث التي تشهدها العمليات العسكرية، ما يجعل تحديات المعركة كبيرة جدا أمام حكومة السيد العبادي التي تواجه ضغوطا شديدة على المستوى الداخلي الذي يتمثل بنفوذ قيادات الحشد الشعبي والميليشيات الخارجة عن سلطة القانون، والتي تطالب بالسماح لروسيا بالتدخل الجوي المباشر في العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة. وخارجيا أيضا من التحديات يتمثل بالضغوطات الإيرانية والأمريكية التي تمارس عليه، ما يجعل المهمة صعبة، قد تفضي يعني حسب ما توقع الكثيرون ومقربون بتقديم السيد العبادي استقالته من رئاسة الحكومة إذا ما أجبر على تنفيذ ما لا يقبل به. ما هي ملامح التحول الذي سيطرأ على العمليات العسكرية؟ هل سيرضخ العبادي لإرادة قيادات الحشد ونفوذ الميليشيات المتعلقة بمشاركة الدب الروسي في المعركة؟ ولماذا اشترطت أمريكا على الحشد أن يشارك في بيجي وليس في الأنبار؟ وهل بقاء العراق حليفا مع واحد أفضل من تأرجحه بين حليفتين أو بين حليفين؟ هذه التساؤلات مشاهدينا الكرام وغيرها أطرحها على ضيوفي من عمان، السياسي والعسكري السابق الشيخ خلف العليان. مرحبا بك الشيخ خلف. وما من الجزائر، عضو المجلس السياسي العام لثوار العراق الدكتور عبد الكاظم العبودي. وسينضم معنا لاحقا من القاهرة الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور حازم الراوي. بداية معك الشيخ يعني خلف، باعتبارك تملك يعني صفتي السياسة والعسكرية، يعني ما هو الجديد في معارك التي تدور رحاها اليوم في بيجي والأنبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من خلال قناة كون كريمة أوجه تحياتي إلى مشاهدي يعني عذرا شيخ خلف، سأنتقل يعني ربما هناك خلل فنيا، سأنتقل إلى ضيفي عبر السكايب الدكتور عبد الكاظم العبودي. مرحبا بك دكتور عبد الكاظم. تحياتي لكم ولأسرة التغيير بمناسبة العام الهجري الجديد، آمل أن يمر على العالم الإسلامي وعلى عراق الحبيب. يعني دكتور دكتور يعني عبد الكاظم، اليوم قواعد اللعبة اختلفت بسبب تعدد الأطراف الخارجية المشاركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، كيف تقرأ سيدي طبيعة هذه المعارك التي تدور اليوم يعني في الأنبار في بيجي؟ محنة العراق كبيرة جدا عندما تتولى المسؤولية فيها حكومة ليس لها وجود ولا كيان ولا تأثير، وبالتالي فإن ضياع حقوق العراق هي في التدخلات الأجنبية الواسعة، سواء التي بدأت منذ الاحتلال الأمريكي للعراق وإلى التدخل الروسي الحالي الجديد الذي سيشتم مرة أخرى على صدور شعبنا في معركة المصير. معركة يعني لا أقول صراع الحرب الباردة، إنما أقول أن تجارة الحرب العالمية الثالثة بدأت بالوصول إلى الأراضي العراقية بدءا من حجة محاربة الإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية التي انتظرت أكثر من منذ عام وهي في تحالفها العالمي ضد ما يسمى بالإرهاب أو ما يسمى بداعش، لم تقدم خطوات واسعة لاسترجاع أي مدينة من المدن التي وقعت بيد تنظيم الدولة. ومن هنا فإن الحلم الروسي. دكتور عبد الكاظم من فضلك، دكتور عبد الكاظم، كي ننصف يعني أداء الحكومة، يعني أنت تعلم والمشاهد الكريم يعلم جيدا أنه حكومة السيد العبادي يعني ولدت يعني حتى بمولود مشوه، يعني ولدت بركام من الخلل السياسي، الخلل العسكري، الخلل الاقتصادي، يعني بنية تحتية منتهية. يعني مع ذلك اليوم التحديات يا سيدي أكبر من يعني قابلية هذه الحكومة. يعني
نعم سيدي، لا نتكلم عن حكومة، وهناك حكومة ظل أقوى منها، هي حكومة أخرى هي التي توجه أمور البلاد ماليا وعسكريا وأمنيا، وهي تتحكم بما يسمى الحشد الشعبي، وتتحكم بقطاعات واسعة من الجيش والأمن. هي حكومة نور المالكي نفسه. العبادي وصل إلى رئاسة الحكومة، لكن هناك حكومة لا زالت تناور وتقاوم وتعمل في الظل على تكسير كل خطوة يخطو بها العبادي، سواء على المستوى الأمني أو المستوى الحكومي أو المستوى الإصلاحي. وبالتالي لا نتكلم عن حكومة اسمها حكومة العبادي. صحيح أن الرجل ورث تركة كبيرة من المآسي نتيجة استهتار سلفه السابق نور المالكي، إلا أن الحقيقة الواقعة حتى الآن أن الرجل بلا صلاحيات، أو أنه بلا إرادة، وبالتالي ففقدان الصلاحيات والإرادة يجعل من العبادي رهينة بيد القوى الأجنبية الخارجية، فهو لا زال يكون الولاء للولايات المتحدة الأمريكية ويطلب مساعدتها، ويتعال بأنه رجلها في العراق في ذات الوقت. طيب، لأن قوة التأثير للقوى المناوئة لحكومة العبادي، وهي التحالف الوطني بكل فصائله المرتمي بأحضان إيران اذا دكتور عبد والتعاون مع الكاظم، روسيا اليوم. اذا هو هذه التحديات التي يعني اليوم نتحدث عنها. يعني سانتقل، يعني ساتوقف لهذه النقطة التي ربما لدى ضيفي في الاستوديو تعليق او إضافة. يعني شيخ خلف، تحديات كبيرة تواجه حكومة العبادي، يعني حتى ضيفي من الجزائر قال يعني أن هناك حكومة ظل هي التي تدير يعني حقيقة ما يجري اليوم من عملية سياسية وعسكرية. بطبيعة الحال اليوم ما هو الجديد في العمليات العسكرية؟ يعني سألناك وكان هناك خللا في الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيي مشاهديكم الكرام وأحيي الشعب العراقي بكل فئاته مكوناته من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. حقيقة لا جديد في هذه المعارك، لأنها تجري بنفس الأساليب السابقة التي تجعلنا نشكك في الرغبة التي تحدث الجميع في القضاء على هذا التنظيم الإرهابي. فمثلا كان المفروض أن يباشر بتحرير مصفات بيجي قبل المباشرة بتحرير مدينة تكريت. مدينة تكريت ليس بالأهمية التي يتصف بها مصفات بيجي. مصفات بيجي تؤمن مصدر مالي كبير جدا وخطير جدا لإدامة هذا التنظيم. طيب، وإدامة فعالياته. نعم. فكان المفروض أن نباشر بتحريره قبل أن نباشر بتحرير مدينة تكريت. أما الشيء الآخر، أن الأسلوب المتبع في إنقاذ المناطق التي تقع تحت تأثير التنظيم حاليا، نعم، هي أساليب تتبع أسلوب التدمير الشامل، نعم، بالقصف الجوي، بالصواريخ، بالمدفعية، مما يتسبب الأذى الكبير الذي يتعرض المواطنين الأبرياء في أرواحهم وممتلكاتهم. طيب، لذلك نرى أن هذا هو أسلوب تدمير وليس أسلوب تحرير. كان المفروض أن نستخدم أسلوب حرب عصابات، والجيش العراقي السابق خبير وضميع جدا بهذه الإمكانيات وهذا النوع من القتالات. هذا النوع يسمى قتالات خاصة، القتال في المناطق المبنية، القتال في المناطق الجبلية. الجيش العراقي يمتاز بخبرة كبيرة تفوق ما يتمتع به الأمريكان أو الروس. جميل، يعني أنا أؤيدك في هاي النقطة، ولكن سيدي الكريم اليوم المشاهد الكريم وكلنا يعلم أنه الغطاء الجوي هو غطاء أمريكي، غطاء دولي. يعني إحنا مشكلتنا اليوم يعني سماءنا مفتوحة للجميع، بدليل أنه أنت تقول أنه لازم يجب أن يعني يتمرس الجيش العراقي على نوع من الحرب العصابات، لأنه الجيش العراقي السابق معروف عنه في هذا. يعني احنا مشكلتنا اليوم في التدخل الخارجي اليوم. يعني السيد العبادي يقولوا له مثلا احنا نفرض عليك طائرات كذا كذا مقابل انه انت تسوي فلان شيء. يعني هم الرجل يعني يمشي على عكازه، وحتى عكازته مكسوره. هو يجب ان يكون قوي في هذا. قوي منين تجي؟ يعني اي قوه تقصدها؟ المفروض كل الجهات الوطنيه لديها شعور وطني واخلاص للبلد أن يتعاضدوا ويتكاتفوا. طيب، إذا تدخل إيران موجود اليوم، الميليشيات اليوم السيطر عليه، الحشد أكو قيادات يعني دا تشتغل ضده، يعني شو يسوي الرجال؟ هو يستعين بالجيش، خلي يكون قوي، يكون حازم، يسحب صلاحيات هذه الجهات، ويعني يندفع بقوة للاستفادة من ضباط الجيش القديم. لا يمكن أن ندرب جيشنا حاليا خلال فترة قصيرة لأن يكون خبير في القتالات الخاصة وأسلوب المناطق المبنية أو حرب العصابات. ضباط القدماء لديهم خبرة كبيرة، الاستفادة منهم لهذا البلد يخص الجميع وليس فئة معينة أو مكون معين.
ولا يخص وطن السنة أو وطن الشيعة أو وطن الكرد، هو وطن الجميع، الكل ملزمون بالدفاع عن الوطن. يعني اليوم البيانات القيادة العامة القوات المسلحة تقول إنه إحنا سيطرنا على مناطق في بيجي ومناطق في الأنبار، بالمقابل هناك إعلام من قبل تنظيم الدولة وحتى إعلام آخر يعني يقول إنه القيادة العامة القوات المسلحة بتشكيلاتها ما حقق ذاك الـ 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 يعني خلينا نقول موطأ على الأرض وفق ما يعني تناوله هو بالأخبار. يعني أنت بقراءتك العسكرية اليوم كيف تقرأ اليوم، هاي صار تقريبا أكثر من 3 أيام المعارك تقريبا تدور، يعني ما هو الجديد فيها؟ يعني هل هو هناك سيطرة جديدة على لتنظيم الدولة على مساحات أم العكس هو الصحيح؟ أخي العزيز، العصابات لا تمسك موضع دفاعي، هذا المعروف عن حرب العصابات، ليس لديها إمكانيات الاحتفاظ بمنطقة أو بقطعة من الأرض أو بموضع معين، بل تقاتل بأسلوب أضرب وهرب. يعني تضربك في مكان عندما تعرض القطاعات العسكرية في موقع واهن، نعم. تضربها ضربة قوية وتهرب إلى مكان آخر، هي لا تحتفظ بموضع دفاعي. طيب. علينا أن نتبع أسلوب آخر في مقاتلة هذه التنظيمات بالاستفادة كما قلت من ضباط الجيش العراقي السابق. زين. أنتقل إليك يعني دكتور عبد الكاظم، يعني ضيفي يعني باعتبار هو عسكري وأيضا مارس العملية السياسية، قال إنه مشكلة اليوم الحكومة العراقية هي بطبيعة المعارك اللي يخوضها. يعني هو لو يعتمد على الجيش العراقي السابق المتمرس على حرب العصابات، المتمرس في عملية المناورة في مسك الأرض، اليوم لدينا يعني حقيقة أكثر من مشاركة دولية. يعني اليوم روسيا دخلت على الخط المواجهة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في هذا الوقت بالذات. يعني بتقديرك يعني هذا الوقت ماذا يفسر؟ لماذا لم تستخدم روسيا خلينا نقول نفوذها عندما كان تنظيم الدولة لا يملك هكذا مساحات واسعة على الأرض؟ روسيا وجدت فرصة لها عندما كانت تحلم يوما ما الوصول إلى المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط، عندما وجدت موطئ قدم لها في طرطوس، واستغلت الأحداث السورية لأنتشن حربها بداية من أراضي سوريا جوا، ولكنها لا تريد أن تتورط مرة أخرى كدرس من دروس أفغانستان أو درس من دروس البلدان الأخرى التي تورط بها دول استعمارية. بطبيعة الحال الوجه الخفي للصراع لدخول روسيا أيضا لهذه المناطق، أن هذه المناطق غنية بالغاز أيضا، وروسيا من الدول الأولى في العالم بتصدير الغاز وتقنياته واكتشافاته، وبالتالي روسيا تريد أن تكون طرفا مستقبليا في التقاسم والنفوذ على الطاقات وليست القضاء على داعش. ما يقال عن داعش وحرب العصابات، وأنا أريد أن أعقب على ما قاله الأخ عليان قبل قليل، ليست حرب العصابات هي حرب داعش ضد الجيش أو ما يسمى القوات المسلحة العراقية الحالية، فالمقابل هي ليست بقوات إنما هي ميليشيات وأيضا حش شعبي وأيضا فلول عسكرية من هنا ومن هناك، وبالتالي من الذي يشن حرب العصابات؟ هل الحش وجماعته من جهة ضد داعش الذي يمتلك الآن مقومات وجود مدن محتلة بيده، أم أن العكس أن داعش تقوم بالعمل المقابل بعمليات عسكرية ضد القوات التي تهاجمها؟ نعم. من هنا فإن الكر والفار هو كلام معروف في حرب العصابات، ولكن السؤال الذي يجب أن نضع له يعني وقفة معينة، أن من يريد أن يستخدم حرب العصابات يجب أن يمتلك الحاضنة الشعبية الوطنية التي تساعده، سواء كان مقاوما أو كان أيضا جيشا غازيا أو جيشا يريد استرجاع أرضا محتلة من قبل آخرين. هنا الحشد الشعبي والجيش العراقي الحالي الذي هو جيش الحكومة العراقية، يعني ما زال البيان يتكلم عن قوى مكافحة الإرهاب ووزارة الداخلية والحشد، وبالتالي لا وجود لقيادة عسكرية موحدة. من هنا هذه القوى كلها ليست لها قبول شعبي في المناطق التي يراد استرجاعها، ومن هنا فإن عدم كسب المواطنين في هذه المناطق والذين هم كلهم نازحون حاليا يجد صعوبة تامة للوصول إلى مواقع للإضرار بمواقع ما يسمى بتنظيم الدولة. يعني دكتور عبد الكاظم يعني اجتماعية. دكتور عبد الكاظم اليوم يعني بشكل علني تتحدث إيران عن تدريب الحشد الشعبي، يعني أسلحة متطورة، أجهزة متطورة، قيادات يعني هي اللي الدربة، يعني أنت بتقديرك اليوم هذه خلينا نقول الهلمة الإعلامية العسكرية اللي تمارسها إيران وتدعم الحشد الشعبي اللي هم أبناء نقول عليهم، هل هو بخدمة مصلحة البلد أم هي
بالضد من وجود أمريكا حتى تمنع نفوذ أمريكا في العراق وتجعل نفوذ إيران هو السباق. أي تدخل في شؤون العراق مهما كان هو عبارة عن أضرار في شؤون البلد، وبالتالي لماذا تتكلم عن إيران؟ أنها هي تحارب بنفسها وعجزت. إيران بدأت ما يسمى بحرب تطهير، سمي ما شئت، طائفي وعرقي وديموغرافي، وصل من الحدود الإيرانية مرورا بمحافظة ديالة ثم وصولا إلى صلاح الدين، وبالتالي موجودة كقوة عسكرية وليست حشد شعبي. أنا أضحك عندما تتكلم حتى القيادة الأمريكية أنها من خلال 3000 عسكري ومدربين منهم كثار انهم دربوا 15000 من الحشد الشعبي او ما يسمى قوات الحكومه العراقيه، يعني لكل مدرب درب 5 اشخاص. هذه اضحوكه ان هناك 15000 دربته من الولايات المتحده الامريكيه، وايران تطرح ارقام من توابعها من ميليشياتها ومن من 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 حشودها التي جاءت بفتوى دكتور عبد الكاظم. يعني الحديث ليس بعيد، يعني الامريكان دربوا يعني صنعوا الجيش العراقي من جديد ودربوا كل 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 الموجودين اليوم بالمؤسسة العسكرية دربت إيران، والنتيجة اليوم ماكو ذيك الروح القتالية الموجودة. يعني بتقديرك يعني أمريكا تدرب الجيش العراقي تحله وتدربه حتى يكون قوي بالمطلق؟ لا، يعني سأتوقف حتى أكون منصفا في إدارة الحوار. دكتور عبد الكاظم، أنتقل إلى ضيفي بالاستوديو. يعني من ضمن جملة الضغوطات اللي تمارس على سيد العبادي هو قيادات الحشد الشعبي اللي هي تتلقى أوامرها وتدريباتها من إيران، الميليشيات الخارجة عن القانون تفرض عليه أنه لازم يقبل بتدخل روسيا بسلاحها الجوي. اليوم يعني خلينا نكون واقعيين، لو كنت أنت بمكان العبادي وضغوطات عليك، تختار أمريكا لو تختار إيران لو تختار روسيا، هل سيرضخ العبادي يعني لإرادة الحشد والميليشيات ويقبل بدخول روسيا على الخط الجوي في المعارك ويخسر حليفة الأمريكان؟ حقيقة العبادي الرجل يتعرض لضغوطات كبيرة من كل الاتجاهات. بالنسبة إلى الأمريكان هناك التزامات بالنسبة للجانب الأمريكي. أولا أمريكا هي من تسببت بإيصال العراق إلى هذه المرحلة وتسبب في دمار العراق في خلال الحرب، وكذلك عليها التزام من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي والتي تجبر الولايات المتحدة على الوفاء بها. أما بالنسبة إلى روسيا، أقحمت في هذه المعمعة ليست بأي التزام آخر. روسيا أجبرت على من قبل إيران وتأثير إيران على الدخول في المعارك لأسباب خاصة، وهي تكون قضايا طائفية على الأغلب. نرى الآن إذا قامت روسيا وطائرات روسيا بضرب مناطق داعش داخل العراق فالأمور تختلف حالها، ولكن نرى من خلال ما نشاهد ونلاحظ أيضا أن روسيا لم تشارك ولا بضربة واحدة على مواقع داعش في العراق، لأن ليس هناك معارضة عراقية، هناك داعش فقط. أما في سوريا أكو فصائل معارضة وأكو داعش، فهي لم تضرب داعش لحد الآن في سوريا، بل ضربت مواقع المعارضة التي تقاتل النظام، والمعروف أنه داعش أحيانا تقاتل مع النظام ضد فصائل المعارضة الأخرى داخل سوريا. إذن هي أدخلت وأقحمت في هذه المعمعة بتأثير إيراني لقضايا طائفية وليس لقضايا وطنية. إيران ليس مصلحة في العراق ولا في غيره، تريد أن تحقق مصالحها من خلال التدخل للشأن العراقي. يعني أنت تقصد أنه روسيا هي اليوم غير جادة في حرب ضد داعش في العراق على عكس ما هو موجود اليوم في سوريا؟ طبيعي، لذلك لحد الآن الأسباب أين تكمن الأسباب؟ الأسباب أقحمت بأسباب طائفية، لأنه تعتقد إيران تعتقد أن النظام السوري موالي إلها، وأيضا يتهمون النظام العراقي الموجود اليوم الحاكم هو موالي لإيران. قد يكون بعض الجهات في داخل النظام العراقي موالي لإيران، ولكن ليس كل النظام الموجود هو موالي لإيران. هناك جهات أيضا حتى من الأحزاب الشيعية، بس الفرق ليست موالي لإيران. موجود في العراق أكثر من حزب، ولكن في سوريا هو حزب واحد يحكم البلد، هو حزب البعث. نعم. ليش عندنا يحاربون حزب البعث وفي داخل سوريا يدافعون عن حزب البعث؟ إذن هي لقضية طائفية وليست لقضية حزب بعث أو غيره. طيب، موضوع حرب يعني اشترطت أمريكا على 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 الحشد أن يكون خارج معارك اللي في الأنبار التي تواجه في يعني داعش، ولكن بالعكس قبلت أن يكون هو في بيجي وليس في الأنبار. يعني جد لي وصفا في هذا. في بيجي هناك بصفات
لها تأثير على اقتصاد العراق إذا ما دمرت أو خربت، فليس هناك مصلحة للحشد في تدمير هذه المناطق أو نهبها أو سرقة أي شيء منها، ولكن هناك في الأنبار ماكو مصفات أو غيرها، بل هناك مدن وهناك قرى وهناك منازل. وش بقى بالأنبار؟ بقى المهم إذا دخل الحشد الشعبي هناك قد يقوم بأعمال كما فعل في ديالة. لماذا لا نقول أن الأمريكان يتواجدون في الأنبار ولا يتواجدون في بيجي؟ الأمريكان في الأنبار يعني معسكر الحبانية فقط. نعم. تواجدهم، وليس للجحش الشعبي تأثير على القوات الأمريكية، لأن يعني هناك تفاهم أكيد، ولكن إقحام روسيا كما قلت هو لقضايا طائفية وليست لقضايا مصلحة بلد. طيب يعني دكتور عبد الكاظم، أنا قلت للشيخ خلف أنه أمريكا اشترطت على الحشد أن تكون مشاركته القتالية في بيجي وليس في الأنبار، يعني برأيك وبنفس السؤال، ما السبب الحقيقي من وراء ذلك؟ شيخ خلف يقول طبيعة المنطقة الجغرافية، في بيجي هناك يعني مصفى بيجي العملاق، وفي الأنبار لا يوجد شيء، خوفا أنه يعني حماية مصافي، وبالعكس هو أنه يكون هناك نفس الردة فعل اللي حصلت في تكريت. لا هو السؤال، هل مصفى بيجي يشتغل الآن؟ هذا السؤال لازم يطرح على 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 الإعلام، يعني إذا كان لا يشتغل فما جدوى هذه الحرب الإعلامية، استرجاع بيجي، ترك بيجي، انسحاب من بيجي؟ أعتقد أنها عملية استدراج، يعني حتى تنظيم الدولة في مناطق بيجي ومحيطها يستدرج بانسحابات معينة قد تكون تكتيكية وهو عنده خبرة عسكرية، لأن يوقع حشد شعبي أكبر ضربات الموجودة. وبالتالي موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الحشد الشعبي، أولا الحشد الشعبي معروف في مناطق الأنبار غير مرحبي تماما من ناحية، لأن الحشد الشعبي ينطلق من سامراء إلى 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 محيط محافظة صلاح الدين. أما في منطقة الأنبار فأعتقد أن تواجد الأمريكيين في حبانية كما أشار الأخ العليم قبل قليل، ويمكن في البغدادي القاعدة أيضا بعيدة عنهم، يمكن أن يكون هناك محاولة أمريكية لاستبعاد أي مخاطر أو ارتداد أو ضربات أو حتى عمليات يعني ضد القوات الأمريكية، وبالتالي تصبح القوات الأمريكية في ورطة أخرى جديدة في العراق. من هنا أعتقد أنها تريد منطقة نظيفة بالنسبة إلها من أعداء قد يكون محسوبين، مثل ما كم من مرة هدد تيار صدري وهدد الجماعات الآخرين، هددوا بضرب القوات الأمريكية في حالة وصولها، وهذا طبعا كله من أجل المزايدات السياسية. لكن الأمريكيين يحسبون حساباتهم بدقة أن تواجدهم في منطقة قد تكون يعني أنظف من ناحية المحيط الاجتماعي المحيط حولهم، أفضل لهم وأريح مما أن يكون كما ودفع أعتقد أن دفع الحشد الشعبي إلى مناطق بيجي هي محاولة أيضا. لا أعتقد أن الأمريكيين يرحبون بالحشد الشعبي، وهم ينظرون له نظرة بأنه هو عبارة عن قوى ميليشياوية تحاول السيطرة على الدولة، وبالتالي إضعاف الحشد الشعبي ودفعه للتهلكة بهذه الطريقة التي هي دموية الحقيقة. كنا نتأسف أن أبناء الشعب العراقي يذهبون ضحاياها هنا وهناك، لكن هؤلاء الأبناء الفقراء أبناء العمال والفلاحين الذين دفعتهم فتاوى الجهاد الكفائي أن أصبحوا أنهم في بوز المدفع، فهم يموتون هنا ويموتون هناك. وبالتالي بيجي لا أعتقد أنها هي نقطة استراتيجية حاليا بالنسبة إلى مصاف البترول، لأنها أصلا هشيم كما يجري الحديث عن جامعة الأنبار والهجومات عليها التي أصبحت أيضا هشيم بفعل القصف الأعمى الحاقد على مناطق الأنبار وعلى مناطق الفلوجة. من هنا أن حربا تندفع بدوافع انتقامية طائفية ووراها أيضا دولة طامعة هي إيران، لا يمكن أن تنهي القضية بخسائر أقل أو طيب. يسمى بجهد أقل. إذن دعني أنتقل إلى وجهة نظر أخرى، معي الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور حازم الراوي من القاهرة. مرحبا بك سيادة اللواء. سيادة اللواء، كيف تقرأ باعتبارك خبير عسكري يعني هذا خلينا نقول التحالف الرباعي، التحالف الدولي اليوم؟ يعني هناك حقيقة بدأت وبشكل يعني معلن عدم وجود رغبة أمريكية لروسيا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، على العكس أنه روسيا تقول أريد أن أنهي هذا الملف. أنت بوجهة نظر يعني عسكرية، كيف تقرأ هذا خلينا نقول العسكرة الفضائية اليوم على سماء يعني العراق وسوريا في حرب لا نعرف ما هي مآلاتها ما هي نتائجها؟
مساك الله بالخير استاذ اسماعيل، وتحيه لك ولضيوفك والمشاهدين الكرام. حقيقه هذا الموضوع غريب بالنسبه للكثير من المتابعين والاستراتيجيين والمحللين. يعني المعروف انه التحالف الدولي ضد داعش اضحى مالوف ومعروف خلال المرحله الماضيه، لكن هذا التدخل العسكري المفاجئ والمباشر لروسيا الاتحاديه بهذه الكثافه بهذا الحجم يثير كثير من التساؤلات والشكوك. يعني قبل فتره قصيره حوالي 10-12 يوم كان كيسنجر يصرح يقول ان هذا بدايه لحرب عالميه ثالثه. هناك من يرى انه هذا جزء من الحرب بالنيابه ومن ضمن الحرب البارده. هناك تساؤلات كثيره انه روسيا هل فعلا جاءت عمليا واجرائيا لدعم وانتشال النظام الروسي كما يعلن، وكثير من الناس والمراقبين يرون هذا الراي معقول، ام هي جاءت للانقضاض فعلا على داعش كتنظيم ارهابي خشب من تغلغلها المستقبلي في روسيا من خلال الشيشان وداغستان والقوقاز وغيره ايضا كما يعلن. لو هذه جاءت روسيا حتى تضمن بقاء وتطوير قواعدها الجويه والبحريه المعروفه في اللاذقيه وطرطوس. حقيقه يعني مثل ما حضرتك تعرف وكل المشاهدين الكرام، السياسه تنطوي على المصالح الذاتيه والانيه وهي متغيره بتغير الظروف. نعم. ولذلك لا يمكن من الناحية الاستراتيجية أن روسيا تزج بهذا الكم الكبير من قواتها الجوية والصاروخية والإعلامية والدعائية والنفسية من أجل دعم النظام السياسي في سوريا فقط، لأن بصراحة يعني سوريا ما تشكل شيء، لا هي جزء من الاتحاد الروسي ولا هي هنالك تحالفات خطيرة تزج روسيا، خاصة أنه ممكن أن يقع خطأ استراتيجي في هذه السماء اللي حضرتك وصفتها أنها سماء ضيقة وتعج بهذه الطائرات. هناك طائرات الروسية والأمريكية والفرنسية والتركية والسورية وغيرها وغيرها. يعني من الصعب أن نتصور أنه كل هذا الزخم جاي من أجل دعم النظام السياسي أو قد يكون جزء منه. هناك من يرى أنه هذا الزخم الروسي جاء لغرض القضاء على تنظيم الإرهابي داعش. حقيقة أنا أستبعد هذا الموضوع، لأنه مثل ما قال الشيخ خلف عليان حقيقة الآن والواقع يؤكد أن الضربات الجوية الروسية هي ضربات صارت ضد يعني الجيش الحر وبعض الفصائل المعتدلة مثل ما يسموها، وليس داعش مثل ما ضربوا بحلب وحمص وغيره. أيضا من الناحية العملية لا يمكن أن نزج نفسها في داعش، لأنه عندها القوقاز وعندها داغستان وعندها يعني الشيشان، ممكن أن يسببوا لها مشكلة مستقبلية على الأمن الروسي القومي. أما موضوع الخيار الثالث اللي ممكن أن يكون السبب هو الدفاع والبقاء في القواعد الجوية والبحرية في طرطوس واللاذقية، أيضا هذا مستبعد، لأنه أولا هذه القواعد ممكن أنه صحيح روسيا ما عندها منفذ على البحر الأبيض المتوسط، ولكن ممكن أن تفتح مثل هذا المنفذ بالتفاوض بالمصالح السياسية بالعلاقات الدولية، وممكن أيضا يعني صعب عليها أنه تفتح مثل هذا وتبقى في مثل هذا الموقف الأمني الخطير على قواتها. ولذلك سيادة اللواء، سيادة اللواء، يعني في وضع مثل العراق اليوم، يعني هناك ثلث مساحة العراق هي ليست خاضعة لحكومة بغداد، يعني وجود أكثر من حلف أو تحالف دولي اليوم موجود، العراق اليوم يعني يسمع من البلد المحتل الأرض، هناك يعني فترة زمنية بلشت بثلاث سنوات وخمس سنوات وصعدت إلى 10 سنوات، هذا رأي الأمريكان في قتال تنظيم الدولة الإسلامية. برأيك ما هو الأنسب للعراق اليوم، أن يكون حليفا مع أمريكا وحدها أم مع إيران وروسيا وحتى سوريا في مواجهة تنظيم الدولة؟ أستاذ إسماعيل، يعني هذا السؤال الحقيقة ينطوي على كثير من الأمور، اللي أولها هل أن العراق قادر على أن يتخذ قرار مثل هذا القرار الانفرادي بإرادة مستقلة حرة أنه ينتمي إلى هذا التحالف أو هذا التحالف؟ هذا صراع دولي كبير وخطير بين الاتحاد الروسي وبين الولايات المتحدة الأمريكية اللي تقود حلف الناتو. يعني حضرتك لو تستدرج أو تستذكر أو تستحضر بشكل سريع تاريخ العلاقات منذ انهيار الاتحاد السوفيتي ومنذ أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بالسيطرة على الدول اللي كانت منضوية تحت لواء الاتحاد السوفيتي أو حلف وارشو. الحقيقة احنا يعني هذا التصور حتى نكون واضحين، وأترجاك أن تعطيني الوقت حتى أوضح هذه الحقيقة.
أنه شوف حتى قبل ما أبدأ خلي أنطيك معلومة، والمعلومة قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، أن بوتين شخصيا كإنسان قام بالعمل في عيد ميلاده يوم 7 أكتوبر، يوم 7 تشرين الأول، هذا عيد ميلاده بالمناسبة، عيد ميلاده احتفي به في لندن وفي موسكو بمعارض ضخمة جدا تسمى معارض بطولات بوتين. أنا مدى شخص القضية بقدر ما أريد أنطي بعض المعلومات. بوتين من يوم اللي انهار الاتحاد السوفيتي ومن 1999 هو الحاكم الفعلي إلى روسيا الاتحادية، يعني صار له 12 أو 13 سنة متواصلة. طيب. حتى من جامعة فيديف هو صاحبه وصديقه في كلية الحقوق في لينينغراد هو اللي رشح الرئاسة. أنا المقصود اللي أريد أقوله أنه بوتين كان يبني المشروع الصاروخي الاستراتيجي، وكان يبني المشروع الاقتصادي الكبير لروسيا، وكان ينظر إلى المقاومة العراقية عندما كانت أمريكا محتلة للعراق، ويرى أن المقاومة العراقية كانت قادرة على أن تفشل المشروع الأمريكي بالخسارة الكبيرة اللي هم أعلنوا عنها حوالي 5000 قتيل و4 تريليون، ومعروف الخسائر في حتى طائرة الاف 15 انتهت، والعمر الافتراضي لطائرات الاف 66 انتهت، والابرام 3 مرات تحولت محركاتها او بدلت محركاتها. طيب. هو كان يبني المشروع. انطيك مثال، سنه 2008 حتى نصل الى هاي النقطه اللي الان بوتين ليش دخل الى سوريا ويريد يدخل الى العراق، وانا استبعد دخوله الى العراق. نعم. يعني انا استبعد حقيقه دخول روسيا الى العراق، ولكن على سوريا، لان هناك كثير من المعطيات، كثير من الاهداف، كثير من المهام، كثير من الاستراتيجيات اللي يبغي بوتين ان يحققها. اولا بنعطيك مثلا انه سنه 2008 فاجع الامريكان، هو عندما فجر الصاروخ اللي هو SS-18 الصاروخ الاستراتيجي اللي بسبع رؤوس نوويه، كل رأس نووي 1 ميجا طن، يعني 1 مليون طن عيارة من المتفجرات TNT، وموجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الصاروخ كان مدى 11,000 كيلومتر. فوجئت حتى صوروا زلزال قام به، وسمي الشيطان، الأمريكان سموا هذا الصاروخ الشيطان. يعني تقصد أنه استعراض عضلات روسيا؟ أحسنت، أنا أريد أوصل إلى هاي النقطة. ليش؟ لأنه حتى روسيا الآن عندما دخلت، ترى ما دخلت مثل ما يصور الإعلام والدعاية والحرب النفسية، روسيا دخلت وهي بإمكانها أن تطلق أي صاروخ على أي بقعة في الكرة الأرضية، من موانعها، البحر الأبيض، البحر الأسود، أو من داخل موسكو، أو من أي نقطة من الاتحاد الروسي. طيب. هي ما تحتاج أن تجيب أو تحشد صواريخ على الأرض السورية أو على الأرض العراقية. أيضا طائرات، أعطيك مثل بسيط، يعني سنة 2008 طائرة TU-160 أقلعت من موسكو وفوق البحر الأسود ثم البحر الأبيض المتوسط، ثم اخترقت الأجواء البريطانية وما كشفت الرادارات. وحتى التاريخ هذا يهتم به بوتين، يوم 11 سبتمبر عام 2008 بمناسبة الهجوم اللي صار على يعني الأبراج. المهم نعم. سيادة اللواء، حتى يعني أنصف في إدارة الحوار، سأعود إليك على هذا النقطة المهمة التي تحدث عنها، هو موضوع روسيا، ماذا تريد اليوم من العراق وماذا تريد من سوريا. أنتقل إلى ضيفي الشيخ خلف، لدي سؤال مهم جدا، كنت أنت نائب سابق في البرلمان، موضوع مشاركة العراق أو قبوله في وجود التحالف، سواء كان تحالف رباعي أو أكثر من تحالف، قرار اختراق السيادة مالته المفروض يكون موافقة البرلمان العراقي. اليوم لم نشهد أي جلسة للبرلمان العراقي في موضوع قبول العراق في الحلف الرباعي، أو قبول أن تكون أرضه هي مركز عمليات للحلف الرباعي أو حتى الدولي. حقيقة البرلمان العراقي هو ليس برلمان وطني كما نعرف، يعني هو عدة جهات، عدة اختلافات كبيرة. يعني ماذا تقصد بالغير وطني؟ يعني مو منتخب، أحزاب موجودة لها رؤى مختلفة داخل البرلمان، كل حزب يلطم على ليلة ويطبق القضايا الخاصة به، قسم والي لإيران يريد يمرر أمور تخص إيران، قسم قضايا وطنية، قسم قضايا شخصية، فهو ليس متفق على قضايا وطنية رئيسية جميع، قضايا مختلفة، مختلفة الرؤى. لذلك رئيس الحكومة يعاني من مشاكل كبيرة جدا في هذا الصدد. برلمان لم يستطيع اتخاذ قرار يقف إلى جانب الحكومة أو يقف مع الشعب أو يقف ضد المشاريع الأخرى، لأن هناك تيارات كثيرة مختلفة الرؤى داخل البرلمان. هناك عدة جهات ولها قوة وتأثير كبير داخل البرلمان، قد تكون في أراءها متفقة مع وجود الاتفاق الرباعي. طيب. أو التحالف الرباعي.
لذلك لا يستطيع البرلمان يعني أن يقوم يعني أي عمل. يعني تقصد تقول أنه البرلمانيين منشقين بيناتهم في موضوع منشق. مع من يقفون؟ انشقاق معروف. يعني أنت تعيب على البرلمان ولا تعيب إذن على الحكومة؟ المفروض هذا يعني حتى واتخذ رئيس الحكومة قرار فهو معناها أنه البرلمان غير قادر أنه يبلور قرار يقبل به أو من عدمه. هسه يا ريت يتمكن البرلمان أن يقوم بعمل، وكون البرلمان هو الذي للدولة الآن، يعني نظام برلماني. نعم. ولكن البرلمان عاجز عن أن يقوم بأي عمل لدعم الحكومة أو يوقف الحكومة عن عملها، وكذلك الحكومة أيضا ليس يعني مستقلة برأيها. طيب. هناك أيضا تأثيرات أخرى من جهات أخرى كثيرة داخل الحكومة أيضا تعارض الحكومة، لذلك نشوف العباد الآن يتخبط في كثير من المواقف، لا يستطيع أن يتخذ قرار قوي يمكن أن يسند موقفه في المواقف الأخرى. دكتور عبد الكاظم أطلنا عليه قليلا، وزارة الدفاع العراقية أعلنت بشكل علني مشاركة ضباط في الحرس الثوري الإيراني في معارك بيجي بإشراف مباشر من الجنرال قاسم سليماني، يعني ماذا تفسر؟ وما الغرابة في ذلك؟ يعني هل هذا الاعتراف المتأخر عبارة عن بداية للقول الفعلي أن إيران تقاتل منذ أكثر من سنوات داخل العراق، سواء بأوجه متعددة؟ إيران تقود المعارك المباشرة في مناطق عديدة من شرق العراق، سواء من محافظة ديالى إلى صلاح الدين إلى وصول بيجي، وعدد من قادة الجيش الإيراني من قتلوا في العراق لا يخفى تشييعهم بشكل رسمي. بمعنى أن أنا أرجع للاتفاقية هذه، هل هي اتفاقية أمنية أم هي تحالف أم هي ماذا؟ ما أشير عنها في بداية إعلانها، إعلان محتشم، قيل أنه تعاون أمني معلوماتي استخباراتي، تكون بغداد فيها مركز لتبادل المعلومات، لكن الإعلان من موسكو كان يتكلم عن اجتماع ممثلي هيئات أركان الجيوش، إذا كانت هناك جيوش السورية والعراقية والإيرانية والروسية، وإذا نتكلم عن هيئات أركان معناته هناك تعاون سيكون منسق. هل أقدمت الحكومة العراقية على توقيع اتفاقية مثل هذه؟ لحد الآن لا نعرف شيئا عن هذه الاتفاقية ومضامينها. هل هو تحالف جديد والعراق في تحالف آخر مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أريد أن أقول في نهاية يعني تدخلي، أنا سيد حيدر العبادي وحكومتي عبارة عن بيدق في مساحة شطرنج تتلعب بها قوى أقوى منه، وبالتالي هو لا يفصح بالضبط عن مضمون هذه الاتفاقية ولا يقدمها للبرلمان لتمريرها باعتبارها اتفاقية بين مجموعة دول. والسؤال، هل ربح العراق عبر كل تاريخه من حلف بغداد إلى اتفاقية الاستراتيجية مع الاتحاد السوفيتي يومئذ من حماية نفسه؟ العراق دائما كان معرضا من أخطار حلفائه في التحالف، سواء كان هذا التحالف على مستوى حلف السنتو حلف بغداد في الخمسينيات، أو الاتفاقية مع الاتحاد السوفيتي عندما ضرب العراق وكان شفرنازة يبيع العراق بيعا في السوق المزاد العلني لبيكر. الاتفاقيات هذه لا تقدم شيء للعراق، وعلى البرلمان او اي هيئه من الهيئات التي تدعي انها يعني مقرره لقبول او رفض ان هذه اللعبه هي جزء من مسار الصفقات التي قام بها نور المالكي عندما دفع مليارات الى الحكومه الروسيه بشراء اسلحه، وكانت هذه الصفقه كلها شبهات سواء بالجانب الروسي او بالجانب العراقي، هي حرب تجاريه. انا اقول انها دخلت روسيا لانها تحتاج الى ان تبيع السلاح، وفي ذات الوقت أنها تتمكن من قصف مواقع هذا السلاح أينما كان، سواء كان وقع بيد داعش، وهذا ما يجري الآن. جميع الأسلحة الأمريكية التي بيعت إلى العراق حصلت عليها داعش، يتم قصفها الآن وتدميرها مع بنيات تحتية عراقية واسعة، وبالتالي يصبح العراق هشيم سواء في مواقع أسلحته أو في مواقع المدنية، سواء كانت بنايات الجامعات أو المساجد أو المدن أو بالتالي هذه حرب، أنا أسميها حرب عالمية ثالثة، وكتبت عنها قبل أيام، يعني تدفع فواتيرها مسبقا. طيب. او بالديون او بالديون اللاحقه. روسيا دخلت الان بصفقات هي استمرار لتعهدات اعطيت لحكومه المالكي، التي اكرر مره اخرى انها حكومه الظل القائمه الان، والتي باسم التحالف الوطني تطالب وتشجع على هذا التحالف وتدفع بعدد من المتظاهرين برفع العلم الروسي في ساحه التحرير، ها، بشكل معين على ان روسيا اصبحت المنقذ. روسيا لم تكن يوما ما المنقذ للعراق، ولن تكون ابدا المنقذ لحكومه العبادي، لان حكومه العبادي امام تظاهرات وامام الرفض الشعبي الواسع لها. طيب. لا يمكن ان تحتمل يوم باحتلال اخر. نعم. اسم الاحتلال الروسي حتى وان كان الجو. شكرا للدكتور عبد الكاظم العبودي، كنت ضيفي عبر سكايب من الجزائر. انتقل الى ضيفي الجنرال السيد اللواء حازم. سياده اللواء، يعني
هل عدنا إلى موضوع الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا، أم إن دخول روسيا على الخط المواجهة هو لكسب حلفاء جدد، يعني بعد أن خسر حليفه في ليبيا وربما سيخسر حليفه في سوريا، اليوم هناك وفود توصل إلى روسيا لعقد صفقات ربما سياسية ربما عسكرية، وزير الدفاع الروسي السعودي سافر إلى روسيا، تصريحات بوتين الأخيرة يوم أمس بأنه أمريكا، هو ممتعض من أمريكا كونها لا تريد حلا يعني دبلوماسيا بل تريد حل عسكري. تفضل. نعم، أنا أشارك الرأي في الجانب الثاني، أنه نعم روسيا الآن هي تفتش عن حلفاء جدد، روسيا الآن تفتش عن مصالحها، السياسة مصالح، السياسة ليست تحالفات لأغراض اعتبارية أو مجاملة، هي عبارة عن تحقيق مصالح. الآن فعلا وزير الدفاع السعودي عندما زار هذه الزيارة الثانية إلى موسكو، وفي حينها اتفق مع روسيا أن ينشئ 12 مفاعل نووي في السعودية، أيضا زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو، واتفاقية على أساس أنه أيضا ينشئ مفاعل في على البحر الأبيض المتوسط. يعني روسيا تفتش عن هذه التحالفات، ولكن أنا بس حبيت أن يعني ألقي الضوء على طبيعة هذا الصراع، وليش ما يسمى الآن بالحلف الرباعي الجديد. في عام 2008 صار الاتفاقية الإطار الاستراتيجي الأمني بين أمريكا والعراق، إذا تذكرون حضراتكم، في عام 2008. ليش في عام 2008؟ 2008 الدب الروسي نهض من جديد. حقيقة الأمر أستاذ إسماعيل، نعم. إذا نذكر تحدثت لك أنا أولا عن هذا الصاروخ الاستراتيجي اللي هو SS-18 اللي سمي الشيطان، هذا صار في 2008. بعدها بحوالي شهر قامت القوات الروسية باجتياح جورجيا بأكملها، حتى إذا تذكرون وصلت إلى العاصمة تبليسي وعزلت ما يسمى أبخازيا، أقليم أبخازيا وأوسيتيا الشمالية، واعترفت بها روسيا لحالها. هذا كلها رد فعل انعكاسي سلبي تجاه القيام الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء منظومة الدرع الصاروخي في وارشو الجانب الرمزي لحلف وارشو. بعدها قامت القوات الأمريكية بمناورة، هذه المسألة مهمة جدا، قامت بمناورة بحرية كبرى في البحر الكاريبي اللي يشكل هو الحديقة الخلفية لواشنطن، وذهلت القوات الأمريكية من هذا المناورة. وحتى ميدفيديف هو مو عسكري، ارتدى زي البحري ودخل في غواصة نووية روسية اسمها الإسكندر الأكبر، وفي على القرب من الحدود الأمريكية. أمريكا عندما شافت أن روسيا نهضت من جديد في موضوع الصواريخ وفي موضوع الجوانب الاستراتيجية والطائرات السوقية والاقتصاد المتين الجديد، خشيت من قضية واحدة، أنه في كل ديسمبر إذا تذكرون حضراتكم كان مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماع حتى ينطي تفويض لبقاء القوات الأمريكية في العراق، وخافوا. بس هاي أقولها أترجاك أستاذ إسماعيل، خافوا بعجالة مهمة. نعم بعجالة أدركت الوقت. نعم، أي خافوا من قضية مهمة، لألا أنه يكون المندوب الروسي يرفع إيده اليسرى فيتو ويربك الوضع الأمريكي في العراق، ولذلك صار التحالف الاستراتيجي بين العراق وبين أمريكا. وصلت الفكرة. نعم. بسؤال يعني مباشر، كيف تقرأ قادم الأيام؟ هل ستكون المعركة قصيرة أم طويلة؟ من هو الأكثر حظا فيها بعجالة؟ أقل من دقيقة. أنا أعتقد أن المعركة لن تنتهي بصورة سريعة، لأنه ليس من مصلحة أحد من الدول الطامعة سواء إيران أو جهات داخل العراق أو في مناطق أخرى، ليس من مصلحتهم أن تنتهي الأمور بشكل سريع، بل ستطال المعركة، لأنها كما قلت هي معركة تدمير وليس معركة تحرير. تحرير. فيجب أن تطول أكثر ما يمكن المعركة. شكرا للشيخ خلف عليان السياسي والعسكري السابق، شكرا لضيفي الذي شاركني عبر الهاتف من القاهرة الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور حازم الراوي، وضيف الذي شاركني عبر السكايب من الجزائر الدكتور عبد الكاظم العبودي وعضو المجلس السياسي العام لثوار العراق. والشكر لكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. في الختام هذه تحياتي، أنا محدثكم إسماعيل الجنابي، دمتم في أمان الله.